بسم الله الرحمن الرحيم. في حلقة جديدة من حلقات الرياضة المالية والحلقات الإسرائيلية اللي بنتكلم فيها مع بعض عن الحالات العملية اللي في الواقع العملي من الرياضة المالية. معاكم مستر فتحي عبد الكريم بوزارة التربية والتعليم. الحقيقة في الحلقات اللي فاتت اتكلمنا عن موضوعات كتير جدا في الرياضة المالية، وعرفنا ان الرياضة المالية موجودة معانا يوميا في الحياة. لو حضرتك رحت تجيب شيء بالقسط بتستخدم الرياضة المالية، لو حضرتك كنت هتدفع مبلغ في البنك في بداية شهر معين وتأخرت او عدى عليك الوقت ده هتدفع فوائد تأخير، رياضة مالية. لو حضرتك بتغير عملات من البنك دخلت برضو معانا في الرياضة المالية. لو حضرتك معاك مبلغ مالي زيادة عن حاجتك وحبيت انك تعمل استثمار او تحطه في صندوق بريد او تحطه في البنك او تعمل مشروع وعايز تحسب الفوائد اللي اشتغلت بيها، رياضة مالية. اذا الرياضة المالية معانا في كل وقت، وموضوع حلقاتنا في الرياضة المالية اللي احنا شغالين فيها موضوع الفوائد. وطبعا اتكلمنا كتير جدا 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 عن موضوع الفوائد، وعرفت ان الفايدة هي مقدار الزيادة في رأس المال المستثمر في نهاية المدة، طبعا بالمعدل اللي بيتفق فيه مع البنك. يبقى احنا اتفقنا مع بعض ان علم الرياضة المالية من العلوم المهمة جدا جدا في النواحي الاقتصادية والنواحي التجارية. دايما دايما الاقتصاد بتاعنا بيتعافى مع كتر المشروعات المفيدة، لان دايما لما بنعمل مشروعات، المشروعات ده حتى لو مشروعات صغيرة بتشغل عدد من الشباب وبتقضي على البطالة، وطبعا اي ارباح او اي عوائد بتتحقق من هذه المشروعات، سواء المشروعات الكبيرة سواء المشروعات الصغيرة سواء الاستثمار المتوسط، دايما 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 بتكون اضافة الى الاقتصاد القومي بتاعنا، وابتدي طبعا يحدث رفاهية في الاقتصاد، ويحدث زيادة في الدخل القومي، ويحدث زيادة او انتقال في مستوى المعيشة من مستوى لآخر. فكل هذه الموضوعات متعلقة او الرياضة المالية متشعبة وداخلة في كل المجالات، داخلة في كل المجالات. الاطباء لو عملوا مستشفى عايز يحسب معدل كذا، عايز يحسب، دايما كل ده مرتبط بالرياضة المالية. لذلك حلقاتنا الاسرائيلية بتخاطب اي حد مرتبط او ليه علاقة بالرياضة المالية او النشاط التجاري. نرجع تاني نتكلم عن الفوائد بتاعتنا. في موضوعات الفوائد زي ما اتكلمنا قبل كده اتكلمنا عن موضوع الفايدة البسيطة، وعرفنا ان الفايدة هي العائد على رأس المال المستثمر، وقلنا ان رأس المال اللي هو سواء القرض الاصلي او رأس المال المودع، يبقى الفايدة هي العائد على رأس المال المستثمر. وعندي تلات عوامل للفايدة هما اللي لازم اتعامل معاهم باستمرار. التلات عوامل اللي هما ايه؟ اصل المبلغ او اصل القرض، وطبعا كنا بنسميه في الحلقات اللي فاتت الف، ومعدل الفايدة المتفق عليه بين الدائن والمدين او العميل والبنك او المقترض والمقرض، وده اسمه عين، ومدة الاستثمار او مدة استثمار هذا المبلغ او مدة القرض اللي هي النون. يبقى حضرتك معك ثلاث عوامل للفايدة اللي هما المبلغ والمعدل ومدة القرض. من التلات عوامل دول سواء بيتحسب لك انت الفايدة او بيتحسب عليك الفايدة، بيتحسب لك لو انت بتستثمر وبيتحسب عليك لو انت مقترض. تقول لي طيب بناء على ايه الفايدة بتزيد او تقل؟ قلت لك قبل كده ان الفايدة بتتناسب طرديا مع عواملها. اذا زاد المبلغ تزيد الفايدة، اذا زاد المعدل تزيد الفايدة، إذا زادت المدة تزيد الفايدة. يبقى الفايدة البسيطة بتتناسب طرديا مع عوامل الفايدة.
نقول تاني ايه هي عوامل الفايده؟ مبلغ، معدل، مده. كام حاجه؟ ثلاثه. يبقى عوامل الفايده عندي باستمرار ثلاث عوامل: مبلغ، معدل، مده. طب فكرنا كده يا مستر بقصه المده، عشان احنا كنا اتكلمنا فيها وقعدنا كده نختلف مع بعض شويه في موضوع المده ده. قلت لك المده اللي هي الوقت او الزمن اللي المبلغ قعد فيه في البنك، يبقى ده اسمه زمن الاستثمار او مده الايه؟ الاستثمار. قلت طب ما هو في ناس بتسيب الفلوس دي سنوات، لمده سنه، لمده سنتين، لمده ثلاثه، لمده أربعة، لمدة خمسة، دي سنوات يا مستر. أيوة تمام. يبقى في حساب الزمن ممكن تحسب المدة بالسنوات، في حساب الزمن ممكن تحسب المدة بالسنوات إذا اتفق تاريخ الإيداع وتاريخ السحب، ودي الحالة المشهورة جدا 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 في حياتنا اللي بنقدر نحسب بيها فكرة تاريخ الميلاد. يعني لو ابن حضرتك اتولد يوم 1/1/2019، تيجي عامل له عيد الميلاد بتاعه امتى؟ 1/1/2020. تقول له كل سنه وانت طيب، انت كده عندك سنه. يبقى فكره اتفاق تاريخ او اتفاق اليوم والشهر في تاريخ مع تاريخ تاني تحسب المده بالايه؟ بالسنوات. يبقى اذا اتفق اليوم مع اليوم والشهر مع الشهر في تاريخي الإيداع والسحب أو الاقتراض والسداد، على طول تحسب المدة بإيه؟ بالسنوات. ده كلام كويس جدا. طيب عندي كمان ممكن أحسب المدة بالشهور إذا اتفق اليوم فقط. يعني إذا اتفق اليوم فقط في كل من تاريخي الإيداع والسحب تحسب المدة بإيه؟ بالشهور. يعني إيه دي؟ يعني لو حضرتك حطيت فلوس يوم 1/1 في بنك، وبعدين رحت تسحبها يوم 1/6، هتسحبها يوم كام؟ 1/6. قلت لي ده كده لما احسبها الاقي نفسي سبت الفلوس دي 5 شهور. يبقى قدر يسيب الفلوس دي كام؟ 5 شهور. يبقى اذا اتفق اليوم فقط في تاريخ الايداع وتاريخ السحب تحسب المده بايه؟ بالشهور. طيب اذا اختلف بقى اليوم، والله ده انا كنت حاطط فلوس يوم 1/1/2015، وبعدين جيت اسحبها سحبتها يوم 15/3. قلت لا، ده انت كده مفيش اي اتفاق بين التاريخين، لا اليوم متفق ولا الشهر متفق، فهتحسب المدة بايه؟ بالايام. يبقى كده المدة ممكن تتحسب بالسنوات او بالشهور او بالايام. طيب كنت حضرتك اتكلمت معانا في الرياضة المالية عن موضوع شهور السنة، وقلت لنا شهور السنة دي طبعا زي ما كلنا حافظين وعارفين وفاهمين ان شهور السنة 12 شهر اللي هم ايه؟ مع بعض نفتكرهم: يناير وفبراير ومارس وابريل ومايو ويونيو ويوليو واغسطس وسبتمبر واكتوبر ونوفمبر وديسمبر. ال 12 شهر دول، هو حضرتك يا مستر بتقولهم انت فاكرني مش حافظهم؟ لا طبعا انا متاكد ان حضراتكم كلكم حافظينهم، بس اللي لازم ناكد عليه في الرياضه الماليه عشان حتى تعرف فلوسك اتحسبت ازاي او الفوائد اتحسبت عليك ازاي، ان بعض الشهور بيختلف عن الاخر في الايام. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مش كل الشهور 30 يوم. مفيش حاجة اسمها شهر 30 يبقى اللي بعده 30، لا. ده انا بقول ايه بقى؟ بقول ان عندي شهر يناير، شهر يناير ده 31 يوم، يجي بعديه شهر مين؟ شهر فبراير. خلاص بقى انا عارف ان شهر فبراير، قال لا ده شهر فبراير ده شهر غريب جدا، يا اما يجي 28 يا اما يجي 29، بس عمره ما يزيد عن كده. يبقى شهر فبراير من الشهور اللي الناس بتستغرب ان 28 و29 بناء على ايه؟ هنقولها بس لما نكمل بقيه شهورنا. يبقى احنا قلنا يناير 31، فبراير 28 او 29، شهر مارس 31. يعني حضرتك يا مستر
قلت يناير 31 وفبراير 28 او 29 هنعرفها ليه، وبعدين دخلتني في مارس بتقول لي ده 31. ابريل بقى لا، ابريل 30. ابريل كام؟ 30. ومايو 31، ويونيو لو شهر 6 ده 30، ويوليو 31. طيب يوليو اللي هو شهر 7 31، وشهر 8 كمان اللي هو اغسطس 31. يبقى يوليو واغسطس 31. يبقى احنا قلنا ايه كده؟ قلنا عندي يوليو 31 ووراء اغسطس كمان 31، سبتمبر 30 واكتوبر 31 ونوفمبر 30 وديسمبر 31. دي شهور السنة بأيامها. طيب حضرتك يا مستر، ليه قلت على شهر فبراير 28 أو 29؟ لأن شهر فبراير ده شهر مهم جدا جدا لتحديد هوية السنة. يعني إيه هوية السنة؟ في سنة اسمها سنة بسيطة، وفي سنة اسمها سنة كبيسة، زي ما قلنا في الحلقات اللي قبل كده. السنة البسيطة عندي 365 يوم، 365 يوم. جت ازاي؟ قال لي ان الشمس بتدور حوالين الارض دورة كاملة كل كام سنة؟ كل 4 سنوات. فكل سنة السنة تزيد ربع يوم، ربع يوم عشان 4 سنين، ربع وربع وربع وربع، يبقى كل 4 سنين السنة تزيد ايه؟ يوم واحد. يبقى حضرتك يا مستر بتقولي ان كل سنة تخلص السنة بتزيد ربع يوم، يبقى السنتين يزيدوا نص يوم، يبقى الثلاث سنين يزيدوا 3/4 يوم، يبقى ال4 سنين يزيدوا يوم كامل. لذلك بقى السنة الكبيسة بتيجي مرة واحدة كل 4 سنوات. يعني السنة ايه؟ مثلا 2017 كانت بسيطة، 18 بسيطة، 19 بسيطة، 20 كبيسة. شفت بالك؟ خدت بالك بقى ايه اللي حصل؟ ان 3 سنين كانت بسيطة والرابعة بتاعتهم كانت كبيسة. تقول لي يعني احنا كده بدأنا في 2021. 2021 دي سنة ايه؟ اقول لك دي سنة بسيطة. دي سنة ايه؟ بسيطة. طب 22 بسيطة. طب 23 بسيطة. نيجي بقى ان شاء الله في 24 تقول لي دي كبيسة. دي سنة ايه؟ كبيسة. يعني ايه بقى سنة كبيسة؟ عدد ايامها 366 يوم. عدد ايام السنة الكبيسة كام؟ 366 يوم. اما عدد ايام السنة البسيطة 365 يوم. تقول لي يعني هي زادت يوم؟ هو زادت اليوم واحد ده اللي احنا عمالين نجمع فيه من الثلاث سنين البسيطة، ربع على ربع على ربع على ربع، اداني اليوم الزيادة في اخر ال4 سنين. يبقى كده احنا اتفقنا مع بعض ان عندي في السنوات البسيطة، اي سنة بسيطة عدد ايامها كام؟ 365. اي سنة كبيسة عدد ايامها 366. انا شايف ناس قاعدة الوقت بتهتم معانا بتقولي يعني انا لو عايز اعرف سنة 2021 دي بسيطة ولا كبيسة، اصل حضرتك قلتهم وما قلتش نعرفهم ازاي. لا يا فندم، احنا قلنا عشان اعرف اي سنة بسيطة او كبيسة هقسم هذه السنة على 4. يبقى احنا اتفقنا ان هي ايه فكرة السنة البسيطة والكبيسة جاية من الاسم على الكام؟ على ال4، لان احنا قلنا الدورة الكاملة للشمس حوالين الأرض بتبقى مرة كل 4 سنوات. طب هقسم على ال4. شايفك كده طلعت الموبايل بتاعك اهو وبتقسم 2021 على الكام؟ على ال4. تمام، 2021 على الكام؟ على ال4. يطلع 505 وربع. برافو عليك. تمام، قلت لي طب وبعدين؟ 505 علامة 25 قدامك على الآلة، في كسر في الايه؟ في الرقم اللي معاك، في كسر. الرقم مش رقم سليم، مش 525، مش 520، لا ده انا بقول ايه؟ 2021 على ال4. قام مديني 505 و25 من 100.
طالما طلع مع حضرتك كسر يبقى هذه السنة سنة بسيطة، يبقى أي سنة لا تقبل القسمة على الأربعة بدون باقي تبقى دي سنة إيه؟ بسيطة على طول. يبقى أي سنة بقى عايز تعرفها تقسمها على الكام؟ على الأربعة، وتقول لي لو طلع علامة وأرقام بعد العلامة خلاص وأنا مطمن دي سنة بسيطة. طب برضو أنت عرفت إنها سنة بسيطة، استفدت إيه؟ قلت لي لا طبعًا، استفدت إن شهر فبراير في هذه السنة كان 28 يوم. كان 28 يوم، يبقى في السنوات البسيطة فبراير عندنا كام؟ 28 يوم. في السنة البسيطة فبراير كام يوم؟ 28 يوم. طيب، حد قال لي يعني أنا بقى لو كنت قسمت السنة اللي فاتت اللي هي سنة 2020، سنة كام؟ 2020، وقسمناها على الأربعة، هجرب كده بالتليفون، هجرب بالآلة الحاسبة اللي في إيدي، قال لي 2020 اللي هي 2020 على الأربعة يطلع 505، يطلع كام؟ 505. بس كده يا مستر مفيش علامة وكسر. برافو عليك، يبقى ده رقم سليم، رقم صحيح. عبارة عن إيه بقى الرقم ده؟ الرقم الصحيح ده له دلالة إن هذه السنة سنة كبيسة. يعني إيه يا مستر سنة كبيسة؟ يعني شهر فبراير كان 29 يوم، وعدد أيام هذه السنة 366 يوم. يبقى كده عندي شهر فبراير كان 29 وعدد ايام هذه السنه 366، يبقى كده قدرنا بمنتهى البساطه ان احنا نفرق بين السنه البسيطه والسنه الكبيسه. عن طريق ايه؟ عن طريق قسمه السنه على اربعه. لو قسمت السنه على اربعه واداني كسر يبقى دي سنه بسيطه، وفي الحاله دي في السنه البسيطه فبراير 28 وعدد ايام السنه 365. طب لو بقسم السنة على أربعة واداني رقم صحيح، رقم صحيح، أقول له في الحالة دي سنة كبيسة وشهر فبراير فيها 29 يوم وعدد أيام هذه السنة كان 366 يوم. طيب يا مستر أنا رحت بنك مرة وقال لي لا ده احنا بنتعامل بالسنة التجارية، فأنا الحقيقة يعني ما خدتش بالي يعني إيه السنة التجارية دي. أقول لك بعض البنوك بتتعامل بطريقة حساب اسمها طريقة السنة التجارية. يعني ايه السنة التجارية دي؟ احنا خلاص عرفنا البسيطة 365 والكبيسة 366. قال لي في القانون الشهر كام يوم؟ او في العرف لو اي حد كده قال لك هو الشهر كام يوم؟ على طول انت ما بتركز في قصة هو شهر 31 و30 و28 و29، لا، المتداول بيننا كده يعني حتى لو حضرتك حد سألك أو أنا حد سألني الشهر 30 يوم، الشهر 30 يوم، لأن ده السائد في العرف كله، السائد عندنا كلنا. لو ابن حضرتك الصغير بيقول لك هو الشهر كام يوم، ما بتحاولش تتطرق إن في شهور 31 وشهور 30 وفي شهر يجي 28 يجي 29، لا 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 لا، القصة كلها بتقول له إيه؟ الشهر 30 يوم. يبقى حتى الشهر في القانون كام يوم؟ 30 يوم، والاسبوع 7 ايام، واليوم 24 ساعه اللي هو المتعارف عليه عندنا في البنوك. قالوا ان السنه 12 شهر. السنه كام شهر؟ 12 شهر طبعا. والشهر كام يوم؟ اتفقنا بقى الشهر المتداول بتاعنا ده قلت 30 يوم. يبقى السنه كام يوم؟ ايه يا مستر ده وحضرتك عايز تقول لي ان كده عاوز تعمل سنه غير السنه البسيطه وغير السنة الكبيسة؟ أقول لك بالظبط كده، البنك عمل سنة لنظام حسابي لوحده اسمه السنة التجارية. عمل بيها عملها ازاي دي؟ قال لي ضرب ال 12 شهر في 30 يوم بقت ب 360 يوم، يبقى حضرتك معاك 360 يوم اسمها السنة التجارية. يبقى كده خدنا حاجة اسمها السنة البسيطة أو الصحيحة البسيطة دي 365 يوم وعدد ايام شهر فبراير فيها 28 يوم، وعرفنا السنه الصحيحه الكبيسه اللي هي كانت 366 يوم وعدد ايام شهر فبراير فيها كان 29 يوم،
وبالمناسبة بعض الناس لما بتتولد يوم 29 فبراير ما بيحتفلش بعيد ميلاده غير كل 4 سنين مرة واحدة. مظلوم بقى هو شوية في الحتة دي، بقى شهر فبراير عملها معاه واتولد يوم 29 فبراير. تقول لي طيب ازاي يا مستر؟ اقول لك مش 29 فبراير ده هو بيجي كل سنة؟ قلت لي لا، 29 فبراير ده يعني احنا السنة دي كام اهو؟ 2021، ما جاش 29 فبراير ده. فعلا يا مستر شهر فبراير في السنة دي انتهى يوم 28. يبقى اللي كان عنده عيد ميلاده 29 ملقاش اليوم بتاعه، فبيعمل بقى عيد ميلاده في اي يوم تاني. بس طبعا المفروض ان يوم ميلادك 29 ما كانش موجود. قلت طب نستنى بقى للسنة الجاية اللي هي ان شاء الله 2022. في 2022 جه شهر فبراير ان شاء الله 28 يوم. يا خبر، يبقى كمان مفيش عيد ميلاد عنده السنة دي. في 2023 ان شاء الله برضو جه في شهر فبراير 28 يوم. يبقى كده تالت سنة على التوالي ما يجيش 29 فبراير. رابع سنة بقى اللي هي 2024، قال لي اخيرا جه يوم 29 فبراير. يبقى 29 فبراير ده بيجي كل 4 سنين مرة واحدة. 29 فبراير ده بيجي كل 4 سنين مرة واحدة. لذلك لو أب بيجي في عيد ميلاد ابنه اللي هو يوم 29 فبراير وعد ابنه إنه كل عيد ميلاده هيروح يحط في البنك 1000 جنيه، والابن بقى عنده 20 سنة، راح الابن يسحب الفلوس من البنك لقاهم 5000 جنيه. تقول لي يا نهار، يعني كده الراجل ده كان بيحط كل عيد ميلاد ابنه 1000 جنيه والابن بعد 20 سنة لقاهم 5000 جنيه ازاي؟ يقولك كان تاريخ ميلاده 29 فبراير. فتسعة وعشرين فبراير مش بيجي كل سنة، فالراجل ما كانش بيعمل عملية ايداع كل سنة. امال 29 فبراير بيجي كل 4 سنين مرة، يبقى في 20 سنة جه 5 مرات، مش كده ولا ايه؟ في 20 سنة جه كام مرة؟ 5 مرات. يبقى الراجل راح البنك حط كام مرة؟ حط 5 مرات، فقال يبقى 5000 جنيه الايداعات بتاعته، طبعا بقى غير الفوائد بتاعته. يبقى احنا اتفقنا ان شهر فبراير يجي 28 يجي 29. طيب عرفنا كمان ان السنة التجارية 360 يوم. بناء على ايه حضرتك قلت 360 يوم؟ قلت 12 شهر في 30 يوم يطلع 360، لما تضرب 12 في 30 كده يطلع 360 يوم. يبقى كده اتعرفنا على السنوات اللي موجودة عندنا في الشارع التجاري او في السوق التجاري او في البنوك. عرفت ان السنة البسيطة 365 يوم، دي عدد ايامها، شهر فبراير فيه، والسنة الكبيسة 366 يوم، دي عدد ايامها، شهر فبراير فيها كان 29. وعرفت ان في حاجة اسمها السنة التجارية اللي هي 12 شهر 360، ودي في الغالب اللي بتتعامل بيها البنوك يعني عشان تبقى اسهل في الحساب ب 360. طيب بعد كده كمان دخلنا في موضوع الفايدة، وعرفنا ان الفايدة هي العائد على رأس المال المستثمر او مقدار الزيادة التي لحق برأس المال المستثمر او بالقرض او الجزء اللي بيدفعه المدين نتيجة اقتراضه واستعماله لرأس المال اللي هو اقترضه. يعني المدين هنا كان محتاج فلوس، كان متعسر ومحتاج فلوس، حد مزنوق فخد قرض. الفايدة دي بتدفعها ليه؟ حضرتك بتدفع الفايدة دي نتيجة استعمالك لهذا القرض. طب وانت يا بنك بتاخد الفايدة ليه؟ الفايدة دي نتيجة توفير القرض لحضرتك. انا اديتك قرض فباخد على هذا القرض فوائد نتيجة منح المدين لهذا المبلغ لمدة معينة. ده كده كان تعريف الفايدة. قلنا برضو عوامل الفايدة، مبلغ معدل مدة لو نفتكر مع بعض، وقلنا المبلغ رمزه ألف
والمعدل رمزه عين والمدة رمزها نون، وطبعا استعرضنا موضوع الشهور والسنوات والكلام ده كله. نرجع بقى تاني نفكرك بحاجة جميلة جدا. أوقات كنا بنقول الفلوس بتزيد، وأوقات تانية أنا كان ليا فلوس عند حد وللأسف خدتها أقل من اللي ليا. إيه اللي حصل في الحالتين دول؟ قلت لي حضرتك قبل كده، قلت الفلوس بتزيد مع الاستثمار، مع معدل الفايدة، مع سير الفلوس للأمام. يعني إيه الكلام ده يا مستر؟ يعني حضرتك أنا معايا 100,000 جنيه قمت حاططهم في البنك، والبنك استثمرهم لي، وبعد سنتين خدتهم من البنك 110 أو 120 ألف. ده بعد سنتين فلوسي حصل لها ايه؟ طبعا فلوسي زادت. يبقى لو حطيتهم 100 وخدتهم 120 يبقى انا فلوسي زادت 20,000 جنيه. يبقى فلوسي زادت كام؟ 20,000 جنيه. طيب هنا الفلوس زادت، يبقى مقدار الفايدة كام؟ قلت لي مقدار الفايدة هنا 20,000 جنيه. يعني الفلوس بتاعتك زادت عشان البنك استعمل فلوسك واداك عليها فوايد. طيب تعال بقى نعكس الحال. لو حضرتك ليك فلوس عند حد وكاتب كمبيالة، وهنرجع دلوقتي على الأوراق التجارية برضو مع بعض، وكاتب كمبيالة ان الحد ده ما يدفعش الفلوس دي غير في 2025، حضرتك رحت تشتري بعض البضائع او بعت بضاعة وكتبت كمبيال على المدين انه يسدد لك الفلوس دي في 2025، وليكن بعت شقة او بعت عربية واتفقت معاه على هذا النظام انه يسدد لك في 2025 100,000 جنيه. طيب حضرتك لسه في 2021، هل يجوز انك تاخد فلوسك دلوقتي رغم ان الاتفاق لسه ميعاده ما جاش؟ قلت لي لا طبعا. طيب لو حضرتك الراجل المدين جه عرض عليك عرض، قال لك انت ليك عندي 100,000 جنيه بس المفروض تصبر عليهم لحد سنة 2025، وانا الفلوس دي ممكن اتصرف لك فيها من اي حد واستلف او ابيع عربيتي او ابيع اي حاجة واوفر لك فلوسك في 2021، مقابل ده انت تعمل ايه؟ انت بقى حضرتك تقعد مع نفسك وتقول ده انا هستفيد بفلوسي قبل ميعادها ب4 سنين، وممكن لو اشتريت بيها حاجة الحاجة دي تكسب، وممكن لو حطيتها في بنك البنك ده يحسب لي فوايد، وممكن لو شغلتها في مشروع المشروع ده هيكسب ويجيب لي رقم اكبر من اللي انا هاخده. طيب اذا انا ممكن اوافق اني اخد اقل من فلوسي واعمل للراجل ده خصم في مقابل انه يجيب لي الايه؟ الفلوس دلوقتي. تعالوا نحسبها تاني كده ونعيش الحدوتة دي مع بعض. والله انا بعت شقة مثلا ب300,000 جنيه، خدت من فلوسها 200,000 فورا، وال100,000 اتكتبت كمبيالة تستحق في 2025، يبقى حضرتك انا كده معايا كام؟ كده انا معايا ال200,000 ومعايا الكمبيالة اللي تستحق في 2024 قيمتها كام؟ 100,000. 2025 قيمتها كام؟ 100,000. لسه بعد 4 سنين هيجيني ال100,000. فجه الراجل المدين قال لي انا ممكن اتصرف لو حضرتك عاوز بس تعمل لي خصم. قلت له تعالى لو جبت فلوسك النهاردة انا هاخدهم منك 90. هاخدهم منك كام؟ 90، عشان اشجعه انه يقدر يتصرف. فقدر يتصرف في 90,000 وجابهم لي. كده انا خدت كام من فلوسي؟ خدت 90,000 بس انا كان ليا كام؟ كان ليا 100، يعني خدت فلوسي اقل من قيمتها. هنا بقى اقول لحضرتك ان في حاجة اسمها القيمة الاسمية، وفي حاجة اسمها القيمة المستقبلية، وفي حاجة اسمها القيمة الحالية.
عايزين نتكلم عنهم، عن الثلاث قيم دول، اللي هو القيمة الإسمية للدين هي قيمة الدين في موعد استحقاقه. فاكر المئة ألف اللي كانوا باقيين من الشقة؟ تقولي آه. يوم أو في تاريخ استحقاقهم سنة 25 تاخدهم زي ما هم مئة ألف. يبقى طالما الدين زي ما هو وفي موعد استحقاقه يبقى دي قيمة إسمية. يبقى دي قيمة إيه؟ إسمية. يبقى الدين في موعد استحقاقه اسمه قيمة إسمية. المئة ألف هم مئة ألف. قيمة الدين الإسمية هي قيمة الدين في موعد استحقاقه. تاني، القيمة الإسمية للدين هي قيمة الدين في موعد استحقاقه. طيب كويس، إيه بقى قصة القيمة المستقبلية دي؟ القيمة المستقبلية دي إن لو أنا معايا مئة ألف حطيتهم في البنك والبنك هيزودهم لعشرين ألف بعد سنتين، يبقى القيمة المستقبلية للمئة ألف 120. القيمة الإيه؟ المستقبلية للمئة ألف بمية وعشرين ألف جنيه، اللي هي إيه بقى؟ بنسميها في الرياضة الجملة، بنسميها الإيه؟ الجملة. يبقى القيمة المستقبلية دائما أكبر من القيمة الإسمية. ليه؟ دي 120 ألف ودي 100، يبقى قلنا القيمة المستقبلية بتكون أكبر من القيمة الإسمية. كده حضرتك بتتكلم في إن في حاجة اسمها القيمة المستقبلية وحاجة اسمها القيمة الإسمية. طيب إيه اللي حصل لما خدنا 90 ألف؟ ده أنا خدت أقل من فلوسي، خدت أقل من فلوسك. فدي كان اسمها القيمة الحالية. اسمها يا جماعة القيمة الحالية. ليه بقى؟ علشان أنا خدتهم دلوقتي حالا، وخدتهم قبل موعدهم، قبل موعدهم. يبقى القيمة الإسمية قيمة الدين في تاريخ استحقاقه. القيمة المستقبلية هي قيمة الدين بعد تاريخ استحقاقه. أما القيمة الحالية هي قيمة الدين قبل تاريخ استحقاقه. وعرفنا إن القيمة المستقبلية دايما أكبر من القيمة الإسمية، والقيمة الحالية دايما أقل من القيمة الإسمية. يبقى لو هم ثلاث اخوات الوسط بتاعهم هو القيمة الإسمية، الكبير الأكبر فيهم هو القيمة المستقبلية اللي هي الجملة، والأخ الصغير أو اللي دايما قليل هو القيمة الحالية. طيب قلنا من شوية إن احنا هنرجع للأوراق التجارية، لأن حضرتك قلت لي كمبيالة والكلام اللي حضرتك قلته ده. إيه هي الكمبيالة أو إيه هي الورقة التجارية؟ حضرتك في بعض التعاملات، وده كتير جدا موجود معانا، بنضطر نلجأ إلى التعامل بالأجل أو التعامل على الحساب، أو إنك ما تدفعش فلوسك كلها ويتبقى عليك جزء دين من هذه العملية. ومعظم التجارة في العالم كله قايمة على الائتمان. يعني قصة الائتمان ما هياش قصة جديدة على العالم، ولا قصة يعني طبعا استحدثت لتشابك وتعقد العمليات التجارية. طبعا النهاردة التاجر عشان يقدر يبيع فلازم يدي التاجر اللي أصغر منه بضاعة، وبعد ما يبيعها براحته بيجي يسدد، وطبعا بتكون قصة ائتمان، عايز يضمن فلوسه فبيكتب كمبيالة أو سند إذني أو الكلام ده كله. فهنا يا جماعة لما اتكلمنا عن الكمبيالة وعرفنا ان الكمبيالة لها قيمة اسمية وقيمة حالية، لو نفتكر مع بعض في الحلقات اللي فاتت، وقلنا القيمة الاسمية اللي هي قيمة الدين في تاريخ او في موعد استحقاقه، يبقى القيمة الاسمية هي قيمة الدين في موعد استحقاقه. اما القيمة الحالية، القيمة الحالية هي قيمة الدين قبل موعد استحقاقه. طيب أنا كنت بحاول بس أربط بين الأوراق التجارية وفكرة القيمة الحالية اللي احنا قلناها، لأن طبعا قبل كده اتكلمنا عن الأوراق التجارية باستفاضة، واتكلمنا كمان في حلقة سابقة عن موضوع الفوائد الدورية. ايه العلاقة، علاقة الفايدة الدورية بالفايدة البسيطة؟ الفايدة الدورية دي هي فايدة بسيطة ولكن متجزأة، يعني عملتها في صورة أجزاء متساوية. يعني ايه؟ يعني لو أنا عندي فايدة القرض بتاعي، فايدة القرض ده كانت 12 ألف، يعني في نهاية السنة هدفع القرض
وادفع الفايده 12000. اقول لك اه تمام. البنك بقى حط لي شرط ان انا عايز كل شهر جزء من الفايده دي، بحيث انك تيجي اخر الفتره ما عليكش غير القرض الاصلي. حضرتك كنت واخد مني 100000، حسبنا عليهم كام؟ 12000. قلت لك تمام. ال 12000 دول انت كل شهر هتدفع 1000 جنيه. الشهر ده 1000، الشهر اللي جاي 1000، الشهر اللي بعده 1000، لحد شهر 12000. يبقى انت خلصت الفوائد كلها. يبقى في نهايه المده هتيجي تدفع ايه؟ اقول لك في نهايه المده هاجي ادفع القرض الاصلي فقط. وانا كده مش عليا حاجه غير القرض الاصلي. حد يقدر يطالبني بفوائد؟ اقول لك لا، انت راجل ملتزم، دفعت فايده يناير وفايده فبراير وفايده مارس وفايده ابريل وفايده مايو وفايده يونيو وفايده يوليو، ودفعت فايده اغسطس وفايده سبتمبر وفايده اكتوبر، ودفعت فايده نوفمبر وفايده ديسمبر، يعني ما عليكش اي فوائد. يبقى كده عليك القرض الاصلي فقط. اتفضل ادي القرض بتاعي واحنا كده حبايب. يبقى في حاله التزام المدين بسداد، في حاله الالتزام المدين بسداد الفوائد الدوريه في مواعيدها، ما يبقاش عليه في نهايه المده غير القرض الاصلي. يبقى ممكن يقول لي اذا كان المدين ملتزم بسداد الفوائد الدوريه، ايه اللي الدائن هيحصل عليه في نهايه الفتره؟ اقول له الدائن في نهايه الفتره بيحصل على القرض الاصلي، انه لسه واخد الفايده الاخيره فخلاص عايز ايه؟ القرض الاصلي. طيب لما خدنا الحاله الثانيه او اتكلمنا عن الحاله الثانيه في الفوائد الدوريه، وطبعا احنا متفقين قبل كده ان الفايده الدوريه ثابته من فتره لاخرى، كل الفترات الفايده الدوريه فيها بتكون ايه؟ بتكون ثابته. فقلت لحضرتك لو المدين ملتزم مش هيبقى عليه في نهايه المده الا القرض الاصلي، يبقى الفايده الدوريه سدد بانتظام بانتظام بانتظام، فخلاص معلوش غير القرض الاصلي. طب عندي حاله ثانيه، ودي حاله مهمه جدا جدا الحقيقه، ان المدين كان شغال كويس وبيسدد وفجاه تعثر او ما سددش بعض الفوائد الدوريه، وليكن اتاخر في فايدتين او ثلاثه. في الحاله دي بعتنا له اتفضل ارتاح واشرب معانا شاي كده وقول لنا انت ايه موضوع التاخر ده. قال لي موضوع التاخر ده بس انا هستاذنك اسدد الفوائد المتاخره، التلات فوائد اللي احنا اتأخرنا فيهم دول هسددهم لك في نهاية السنة وانا بسدد القرض الاصلي. قلت له بس ما تزعلش مني، انا هحملك عليهم فوائد ايه؟ تأخير، بمعدل يسمى معدل التأخير، قد يساوي المعدل الاصلي بتاع المعدل القرض او قد يزيد جزء عن هذا المعدل. يبقى سيادتك لما جيت قلت انا هتوقف ثلاث أربع شهور أو ثلاث فوائد وهسدهم مع القرض الأصلي في نهاية المدة، إيه اللي حصل؟ اتحسب على حضرتك فوائد تأخير وكنا في غنى عنها. يعني دايماً التعاملات الأفضل هو الالتزام بالمواعيد. حضرتك بقى ما التزمتش وتوقفت، البنك حسب عليك فوائد تأخير. في نهاية المدة بقى لو أنا سألتك هتسدد إيه؟ قلت لي يا خبر، ده في نهاية المدة أنا مطلوب مني أسدد القرض الأصلي، ومطلوب مني أسدد فايدة الفوائد المتأخرة. تاني، في نهاية المدة مطلوب مني أسدد القرض الأصلي اللي أنا كنت سالفه أو مقترضه، ومطلوب مني أسدد الفوائد المتأخرة. فاكر التلات فوائد اللي أنت ما دفعتهمش؟ شهر 10 وشهر 11 وشهر 12 ما دفعتهمش، توقفت. تجيبهم دلوقتي، احنا خلاص بقى بنصفي العلاقه بيننا. يبقى مطلوب منك تسدد القرض الاصلي، ومطلوب منك تسدد الثلاث فوائد المتاخره. قلت لي تمام خلاص بقى كده. قلت لك لا، مش اتاخرت في فوائد، مطلوب منك كمان تسدد فائده تاخير عن الفوائد المتاخره. تسدد ايه؟ فائده تاخير عن الفوائد المتاخره. يبقى تسدد كام حاجه؟
يبقى ما يسدده المدين في نهاية المدة ايه هما؟ القرض الأصلي، الفوائد المتأخرة، فايدة تأخير الفوائد المتأخرة. يبقى حضرتك سددت القرض الأصلي والفوائد المتأخرة وفايدة تأخير الفوائد المتأخرة، تمام؟ طيب الدائن بقى في نهاية المدة حصل على ايه؟ هيحصل على القرض والفايدة المتأخرة وفوائد تأخير الفوائد المتأخرة. طب لو جه بقى قال لي ايه الفوائد اللي الدائن حصل عليها؟ تقول لي الدائن حصل على الفوائد المسددة. الدائن حصل على ايه؟ على الفوائد المسددة. مش بس كده، وحصل كمان على الفوائد المتأخرة. ما هو الكلام ده في نهاية المدة يا جماعة، خلاص المدة خلصت. يبقى الدائن او البنك او المقرض حصل على فوائد. ايه هي الفوائد دي؟ حصل على الفوائد المسددة كلها، وكمان حصل على الفوائد المتأخرة، وكمان هيحصل على فايدة تأخير الفوائد المتأخرة. يبقى ده مجموع ما حصل عليه الدائن من فوائد، هما الفايدة المسددة في الأول اللي الراجل كان ماشي معايا كويس ما بيتأخرش، والفايدة المتأخرة، وفايدة تأخير الفوائد المتأخرة. طيب هنا بقى ايه الفوائد اللي سددها المدين؟ سدد الفوائد المسددة، سدد الفوائد المتأخرة، سدد فوائد تأخير الفوائد المتأخرة. طيب خد بالك ان كان الاتفاق انه هيسدد الكلام ده كله امتى؟ في نهاية مدة القرض مع سداد القرض الأصلي، مع سداد القرض الايه؟ الأصلي. طيب هنفرض حالة ثالثة جميلة جدا. لو الدائن لقى ان المدين تأخر وتعصر وجاي له بيقول له الحقني، الحقك اعمل ايه؟ قال له ما معيش فلوس اسدد لك فوائد. ده مش بس كده، ده شهر 12 جاي وفي اخره المفروض اسدد لك القرض وما معيش، لسه في فلوس جياني في شهر 6. يعني انا طالب من حضرتك تأجل القرض لآخر، يعني القرض مع الفوائد، القرض الآخر والفوائد بتاعتي عايزهم يتأجلوا 6 شهور. لأ نركز تاني بقى كده، المفروض في آخر شهر 12 اللي جاي ده كنت هسدد لك الإيه؟ القرض، وأنا دلوقتي تعثرت وتوقفت، فالمفروض كنت استأذنتك وسددت الفوائد المتأخرة مع فوائد تأخيرها زي الحالة اللي فاتت آخر يوم في الايه؟ في السنة مع القرض الأصلي. لا ده أنا جاي بقى طمعان أكتر من كده، ده أنا بقول لك مش هسدد في آخر يوم في السنة كمان، ده أنا هسدد بعد مدة القرض ب6 شهور. يعني كده بطلب مدة تأجيل، كده أنا بطلب مدة ايه؟ تأجيل. مدة التأجيل دي هتضطرك إنك تأخر القرض وتأخر الفوائد المتأخرة وفوائد تأخير الفوائد المتأخرة. علشان كده في الحالة اللي زي دي يقول لي ايه بقى؟ يقول لي اذا تأخر المدين الى ما بعد مدة القرض بفترة في نهاية المدة هيدفع ايه؟ تعال بقى نحسبها كده مع بعض. في نهاية المدة هيدفع القرض الاصلي، في نهاية المدة هيدفع القرض الاصلي، وكمان هيدفع الفوائد المتأخرة، وكمان هيدفع فايدة تأخير الفوائد المتأخرة. بس استنى بقى، ده كمان أخر القرض الأصلي، يبقى هيحسب فايدة تأخير للقرض الأصلي. نقول تاني بقى، لو تأخر إلى ما بعد مدة القرض فطلب كده فترة تأجيل، هيدفع القرض الأصلي وفايدة تأخير القرض الأصلي. أدي أول حاجة، هيدفع القرض ويدفع عن القرض فوائد تأخير بمعدل تأخير، يا إما معدل القرض يا إما معدل تاني أكبر من معدل القرض. وبعدين تعالى، ده أنت كان عليك فوائد متأخرة، كان عليك فوائد إيه؟ متأخرة هتدفعها، يبقى كده دفع القرض الأصلي.
ودفع فايدة تأخير القرض الأصلي، وهيدفع فوايد متأخرة، وهيدفع فايدة تأخير الفوايد المتأخرة. يبقى ده الكلام ده امتى؟ لو اتأخر عن القرض الأصلي إلى ما بعد نهاية مدة القرض. يبقى احنا كده اتفقنا ان لو المدين اتأخر إلى ما بعد نهاية مدة القرض، في نهاية المدة هيسدد ايه؟ هيسدد القرض الأصلي وفايدة تأخير القرض والفوائد المتأخرة وفايدة تأخير الفوائد المتأخرة. طيب لو جيت قلت لك ايه بقى الفوائد اللي دفعها المدين في نهاية المدة فيما بعد مدة القرض الأصلي لما طلب مدة التأجيل، ايه الفوائد اللي دفعها كلها؟ كلها تقول لي ده دفع الأول الفوائد المسددة لما كان كويس وبيدفع أول بأول، يبقى دفع الفوائد الايه؟ المسددة، ودفع كمان الفوائد المتأخرة، ودفع كمان فايدة تأخير الفوائد المتأخرة، ودفع كمان فايدة تأخير القرض. يبقى دي السؤال ده بيقول ايه؟ ما هي الفوائد التي يسددها المدين في هذه الحالة؟ هو قال الفوائد ما قالش القرض، يبقى ماليش دعوة بالقرض دلوقتي خالص. أقول الفوائد التي يسددها المدين عبارة عن الفوائد المسددة لما كان بيدفع ومنتظم، والفوائد المتأخرة، وفايدة تأخير الفوائد المتأخرة، وفايدة تأخير القرض الأصلي. يبقى يدفع كام فايدة؟ 4. علشان كده ممكن كمان يقول لي إن الدائن كان بياخد الفوائد اللي بيسددها المدين يحطها في بنك تاني فبيستثمرها. يبقى في حالة استثمار الفوائد المسددة الدائن حصل على فوائد ايه؟ ما هي الفوائد التي حققها الدائن في هذه الحالة؟ تقول لي حقق الفوائد المسددة والفوائد الايه؟ وفوائد استثمار الفوائد المسددة. يبقى عمل فوائد مسددة وعمل فوائد استثمار فوائد مسددة، وخد الفوائد المتأخرة، وخد فايدة تأخير الفوائد المتأخرة، وخد فايدة تأخير القرض. يبقى خلي بالك كويس قوي، إذا تأخرت إلى ما بعد نهاية مدة القرض يبقى كده حضرتك دخلت في مدة تأجيل وهتدفع كل الفوائد اللي احنا قلنا عليها. يبقى كده الدائن بيحاسبك على فترات تأجيل ومدة تأجيل ومعدلات تأخير على اللي انت عملته. يبقى الأفضل عندك انك تسدد في الايه؟ في المواعيد. لذلك في حاجة مهمة جدا اسمها المعدل الحقيقي او معدل الاستثمار الحقيقي. وانت حضرتك بتتفق مع البنك، كان البنك متفق معاك على معدل 10%، بس لما حصل التأخير وفوائد التأخير والكلام ده جيت انت بتحسب اللي دفعته لقيت نفسك حاسب مثلا معدل او وصلت لمعدل 16%. هل ده الكلام ده سليم؟ اقول لك طبعا سليم، لان ده اسمه المعدل الحقيقي او معدل الاستثمار العام. معدل الاستثمار الحقيقي او معدل الاستثمار العام. معدل الاستثمار العام بيتحسب ازاي؟ بنعتبر ان الفوائد اللي حققها الداين هي دي الفه. يبقى الفوائد اللي حققها الداين هنعتبرها ايه؟ فه. واصل القرض هنعتبره الف، ومدة القرض هنعتبرها نون. فكده اللي مجهول عندك مين؟ قلت لي اللي مجهول عين، بس ده عين مش مجهول. اقول لك لا، احنا هنعتبره مجهول لان حضرتك هتغير في الفايدة وتعتبرها اللي هي الفوائد اللي حققها الداين، الفوائد الايه؟ اللي حصل عليها الداين. فالفايدة هنا هنعتبرها هي كل مجموع الفوائد اللي حصل عليها الداين. وتيجي تحسب بقى تقول المعدل بيساوي مجموع الفوائد اللي حصل عليها الداين على القرض في مدة الاستثمار بتاعتي، تلاقي المعدل زاد معاك بطريقة رهيبة. لو هو كان 10 ممكن يوصل ل 15 و16 او 17. تقول لي لا ده كده في غلط، اقول لك لا مفيش غلط، هو اعتبر ان الفايدة عندك مش الفايدة الأصلية، ده اتعامل بالفايدة اللي هو حققها من مجموع الفوائد اللي حققها كلها، فبالتالي
احنا عارفين ان في علاقه طرديه بين عوامل الفايده والفايده نفسها. يبقى لما الفايده تزيد احد العوامل او كل العوامل تزيد. لذلك هنا المعدل ما هو احد عوامل الفايده، لما الفايده زادت ايه اللي حصل للمعدل؟ طبعا المعدل كمان زاد. يبقى هنا في حاجه اسمها المعدل العام للاستثمار او المعدل الفايده العام عن مجموعه الاستثمار دي. يبقى احنا كده وصلنا ليه ازاي الفوائد الدوريه بتتحسب، يعني ايه فايده دوريه، وعرفنا ان الفايده الدوريه متساويه بس بتدفع بصفه دوريه. خدت الفايده الاجماليه عن المده كلها وجزأتها لاجزاء متساويه، بدفعها كل ايه فتره، لو بتدفع كل شهر يبقى شهريه، كل شهرين يبقى سدس سنويه، كل ثلاث شهور يبقى ربع سنويه، كل اربع شهور يبقى ثلث سنويه، كل ست شهور تبقى نصف سنويه. وعرفت كمان ان الفايده الدوريه بتساوي القرض الاصلي في معدل الفايده في مده الفايده الواحده، مش مده القرض، لا مده الفايده الواحده. وعرفت كمان ان عدد الفوائد الدوريه بتساوي